فنتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل اختصار تحكم تفاعلي، إلغاء اختصار تحكم تفاعلي. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإمكانيات الوصول، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التفاعل ومهارات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تحكم التفاعل، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على اختصار تحكم التفاعل. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء اختصار تحكم التفاعل. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.